كذا طبعا عارفه من 10 سنين ولا حاجة، كنا مع بعض في الفريق وهو جون كبير كبير من صغره، وبحب أشكره طبعا لما بينزل معانا بيزودنا وبيتقلنا وبيدينا طول في الملعب وبيكون كده ملينا للفرقة. حمزة شخصية كويسة جدا ويعني وطيب جدا، يمكن اللي يشوفه من بره عكس ما يتعامل مع اللي يتعامل معاه يعني يقول ان هو عكس ما يشوفه من بره، هو شخصيته حازم وما شاء الله شخصيه كويسه، وهو طبعا المنافس بتاعي من زمان من اول ما جيت النادي. عايز اقول له شد حيلك وان شاء الله يعني مستقبل النادي الاهلي. جول كبير ونجم يعني بره وجوه الملعب ما شاء الله عليه، واحب اقول له ربنا يكرمه وان شاء الله الفرصه جايه ويثبت للناس كلها اللي هو قدها ان شاء الله. اتمنى له طبعا التوفيق في حياته وان شاء الله اشوفه نجم كبير في منتخب مصر واشوفه في اكبر حته. ما شاء الله حمزه، يعني علاقه طيبه بتجمعك بلاعيب فريق 2001، حتى كمان عاصم يعني الحارس الثاني برضو بيتكلم عليك كلام جيد. لا ده والله الفيديو ده فرحني جدا، يعني انا دول يعني ربنا يعلم دول بالنسبه لي. رب انت معاهم وزمايلك تلعب معاهم ماتشات على طول. لا ويعني بعيدا عن الماتشات يعني اخواتي عشره عمر كلهم، يعني عاصم ده كان اول منافس ومنافسين بعض وجاله سنين لعب هو وسنين لعبت انا ومعانا دلوقتي محمد اشرف برضو كوتوموتو ولا المنافسه طبعا منافسه شريفه ومنافسه كويسه، وهم بصراحه اتنين حراس مرمى هايلين جدا، ويعني بصراحه كلام عاصم ده فرحني جدا، وكلام حجاج ومغربي واحمد سيد غريب واحمد سيد عبد النبي، وهم كلهم بصراحه كل اللي اتكلموا لعيبه كبيره وكلهم يستاهلوا يبقوا موجودين في الفريق الاول، وقتهم هيجي وبقول لهم ان شاء الله استمروا واشتغلوا شغلكم اللي انتم متعودين عليه وربنا هيكرمكم في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله.